يعني رحمة للإسلام، رحمة للإسلام. قال يجون أهل العلم يفهموني، قال يجون أهل العلم يفهموني، لا يتكلمون من بعدي. أنا رحمة للإسلام، رحمة لأهل الأرض، هداية. ما أدعي، أدعي ولي الأئمة، أنا أينما معي، لكن لا بد. أنا رجل بسيط، رجل بسيط من قرية بسيطة، وصلت أقول اجتباني الله صراحة، صراحة أقول الله اجتباني الله. فتشوا في الكتب تجدون ممكن أن يجتبيه الله رجلا. اجتباني الله أقولها صراحة للمتعلم، ومو فتاوى تصدر من بعيد، بعيد والله فتاوى حاضراني. اللي وصل عندي فيها محمد، اللي وصل صاحبي عندي علم فيها، المؤمن فيها، وقال ممكن نعم فهم هذا الشيء. أقول الله اجتباني، اجتباني. فاتصل الصاحب نفس مطمئنة بنفس مطمئنة بالحد الممدود، وجئت في زمن هذا أريد أن أمد النعمة، أريد أن أنقص المقربين اللي وهم الشيعة من مجتهد، أريد أن أوحد كل نفس واحدة، أريد خلف إمام شمس ننظر الشمس لنرجع للفتاوى. أقل شيء أحسن شيء ما نكتب الأحوط في الرسائل، وفهم الكلام، مرد نكتب الأحوط، يعني نرى نقيضين، إما أبيض أو أسود. وأنا حاضر، أنا حاضر أقول لك هذا، أشوفك الحقيقة، هذا أسود وهذا أبيض. وأحيانا أرى يعني تصريح، لربما أصرخ للمقربين وأقول إلا النور يرى. إذا أقول أريد النور الآن، قل لي أريد الله. أرى الآن الله جهرة، مثل ما قال بنو إسرائيل أرنا الله جهرة. الله نور وكلامه نور، والنور تابع للنور، لا يرى ولا يرى، لكن النور يكسى ضوء، وأنا ضوء نور عندي، أنا ضوء النور اللي عندي، على الضوء من خلال الضوء أنا النور اللي عندي، نور نور عندي. العقل أصبح هنا وهنا، أينما أسير الله معي وحولي، وإذا لئن أشركت شيء قليل لحبط عملي، لكن ما أشرك ولا شيء أشرك. وهذا ميدل على ادعاء ما أنا أبقى